اليوم كنا في جلسة أو ليلة رمضانية جميلة فيها سمو الروح بفرقة جميلة من الشباب المنشدين الرائعين اللي ويقع على عاتقهم الآن النهوض بهذا التراث الجميل وهذه التنزيلات الموصلية الجميلة وهذه المدائح الصوفية والنبوية. الحقيقة يعني الفترة الظلامية اللي مرت بالمدينة عندما استبيحت من قبل أصحاب الفكر الظلامي حجر على هذه على مثل هذه الفعاليات والنشاطات، والآن الحمد لله عادت لأن الموصل صبغتها هذه صبغة الموصل هي الصبغة الصوفية والدينية المعتدلة الوسطية، وسيعود إن شاء الله بهذه الهمم وبهذه الأصوات الجميلة وبهمم المثقفين والشعراء والفنانين، سيعود وجه نينا والحضاري إن شاء الله إلى ألقه وبهائه. الحمد لله هذه أول ليلة بعد زوال داعش قيمت هذه الأمسية الرمضانية في ملتقى الكتاب التي تضمنت عروض مقامية من الموصل، المقامات الخاصة من الموصل وكذلك تنزيلات الموصلية، والحمد لله رب العالمين لاقت نجاحا والناس يعني كانت متعطشة ومتشوقة لهذا الفن. الحمد لله الذي عاد علينا الأمن والأمان، وإن شاء الله ستكون هناك لقاءات وجلسات أخرى إن شاء الله في رمضان وفي بعد رمضان إن شاء الله. نهنئ الأمة الإسلامية والشعب العراقي خاصة والموصل خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعاده الله علينا وعليكم بالأمن والأمان والخير والبركة والإحسان، وتقبل الله منا صيامكم وكل عام وأنتم بخير. اليوم حقيقة أقيمت أمسية رمضانية في معرض الكتاب في المجموعة الثقافية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقامت فرقتنا نحن اليوم بإحياء هذه الأمسية الرمضانية الطيبة المباركة من التنزيلات الموصلية والأناشيد بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. تعودنا بهذه المدينة الكريمة على هذا التراث الطيب الأصيل من المدائح النبوية باستقبال شهر رمضان المبارك، وبكذلك باستقبال المولد النبوي الشريف، وبكل مناسبة سواء من المدائح النبوية والأناشيد والتراثيات. رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي وعلى مدينة الموصل بصورة خاصة. لقد حضرنا اليوم جلسة الموشحات الدينية بمناسبة حلول شهر رمضان واستمتعنا كثيرا، وإن شاء الله الله يدوم علينا على هذا الأمن والأمان على مدينة الموصل، وكل التوفيق لقناة الموصلية على حضورها وتغطية كاملة لهذا الحفل.